بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الثالث لماده الكترونكس الشابتر الخامس، ان شاء الله هنشرح النوع الثاني من الفيلد افكت ترانزستور الفيت، وهو الموسفيت اختصارا لميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور. قلنا تصنيف الترانزستور بيصنف ليه نوعين، البي جي تي وكان الشرح في شابتر 3، والنوع الثاني اللي هو الفيت ليه نوعين، الجي فيت والموسفيت. الجي فيت اتشرح في الفيديو السابق في شابتر 4، وان شاء الله في الفيديو ده شابتر 5 هيبقى الموسفيت. طيب الموسفيت او ليه نوع، ليه اسم تاني اسمه انسيوليتد جيت فيلد افكت ترانزستور، وده عشان لان الموسفيت بيختلف عن الجيفت في التركيب الداخلي بتاعه، بحيث احنا قلنا اطراف الفت بشكل عام ثلاث اطراف، السورس والجيت والدرين. في الموسفيت قال لك ان الجيت بتبقى مفصوله عن التشانل بتاعتي سواء ان تايب او بي تايب، بتبقى مفصوله عن بعازل اسمه من اسم الموسفيت اللي هو ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. طيب طب ده ليه؟ عشان اضمن ان ما يمرش تيار في البوابه او الجيت، يعني تيار الاي جي في الموسفيت بيبقى بيساوي صفر. طيب ده هيفرق ايه عن اللي فات برضو؟ ان لما ما يمرش تيار خالص في الجيت بسبب الماده، وجود الماده العازله ما بين الجيت وما بين التشانل، ده هيكبر لي من قيمه المقاومه الجيت. طبعا انا عارف ان المقاومه تتناسب عكسي مع التيار بالنسبه لي قانون اوم، اي بيساوي في على ار، فبالتالي هتبقى مقاومه الدخل لترانزستور الموسفيت كبيره جدا مقارنه بترانزستور الجيفت والترانزستور العادي اللي هو البي جي تي. طيب قال لك تاني حاجه برضو، مفيش لا يتم تكوين اي وصله ما بين الجيت والسورس والجيت والدرين زي ما موجود في الجي فيت. طيب وده بسبب ايه؟ بسبب وجود الفاصل او العازل ما بين الجيت والتشانل. طيب انواع الموسفيت، ليه نوعين. النوع الاولاني اللي هو الديبليشن او الدي موسفيت، الديبليشن موسفيت، والنوع الثاني الانهانسمنت تايب او الانهانسمنت موسفيت. طيب اول اختلاف ما بين الاثنين في الديبليشن اللي هو النوع ده والانهانسمنت موسفيت، اول حاجه الاختلاف في الشكل. احنا قلنا الشكل الديبليشن موسفيت بيبقى بالشكل ده، اما الانهانسمنت موسفيت بيبقى بالشكل النقطه ده، بتبقى البوابه بتبقى متنقطه بالشكل ده. طيب عشان نفرق برضو ان الديبليشن موسفيت بيتكون من ان شانل وبي شانل، والانهانسمنت موسفيت بيتكون من ان شانل وبي شانل. طيب افرق ازاي ما بين الان شانل والبي شانل؟ طبعا عن طريق السهم. قلت لك لو السهم في الجي فيت نفس الكلام، لو السهم داخل على الجيت يبقى دي ان شانل، لو السهم خارج من الجيت يبقى دي بي شانل. بعد كده هناخد خصائص الدي موسفيت والانهانسمنت موسفيت. اول حاجه النوع الاولاني من الموسفيت اللي هو الديبليشن موسفيت. طيب النوع الاولاني اللي هو الديبليشن موسفيت قال لك ان الديبليشن موسفيت بيعمل فيه طرقين او بيعمل فيه تو مودز، اول حاجه الديبليشن مود وتاني حاجه الانهانسد مود. طيب اول حاجه الديبليشن مود زي الجي فيت بالظبط، قلت لك لو مفيش جهد طبعا اللي بيتحكم فيه الترانزستور هو الجهد ما بين الجيت والسورس، فلو مفيش جهد ما بين الجيت والسورس، لو الفي جي اس بيساوي صفر بيمر تيار اكبر ما يمكن، وبتبقى قيمه الاي دي بتساوي اي دي اس اس. طيب قلت كل ما زود قيمه الفي جي اس، قيمه الجهد ما بين الجيت والسورس بالسالبيه، كل ما التيار بيقل زي بالشكل ده لغايه ما يوصل ان الفي جي اس توصل لمرحله الفي جي اس اوف، وبالتالي الترانزستور بيعمل في مرحله الايه الكات اوف او ما بقاش شغال، وبالتالي تيار الدرين بيبقى بيساوي صفر. ده كده الدبليشن مود من اول الفي جي اس لغايه ما انت نازل. طيب دي كده زي بالظبط الجي فيت، كده الدي موسفيت بيعمل زي ما عملنا في الجي فيت. طيب الزياده بقى هنا لما كنا بنقول ايه اللي هيحصل لو الفي جي اس اكبر من الصفر، بتلاقي قيمه بوزيتيف اكبر من الصفر. هنا بقى انا في الانهانسمنت مود، قال لك لو الفي جي اس قيمتها اكبر من الصفر سواء واحد او اثنين او زودت قيمه الجهد ما بين الجيت والسورس، قال لك هيمر تيار طبعا، والتيار هيبقى اكبر من تيار الاي دي اس اس، هيمر تيار كبير جدا، وبالتالي هيعمل برضو الديبليشن موسفيت، وكل ما يزيد كل ما زود الجهد ما بين الجيت والسورس كل ما التيار هيزيد، لغايه برضك لما التيار يوصل لمنطقه البريك داون ويتحرق الترانزستور. طيب الرسمه هنا بتوضح لي هنا العلاقه ما بين تيار الدرين والجهد ما بين الجيت والسورس. قلنا اول حاجه لما كنا بنحل او كنا بنجيب الكيو بوينت، كنا بنجيب اول نقطتين في المنحنى ده، اول حاجه لما التيار او الجهد ما بين الجيت والسورس بيساوي صفر، التيار الدرين بيبقى اكبر ما يمكن، وبقى عند الاي
RDSS. وقلنا لما الفي جي اس توصل للفي جي اس اوف بيبقى تيار الدرين اللي هو النقطه ديت بيبقى تيار الدرين بيساوي صفر. طيب ده كده الديبليشن مود. طيب اللي زاد بقى في الدي موسفيت هنا الانهانسمنت مود، ان هو لو زودت قيمه الفي جي اس عن الصفر، لو زودت قيمه الفي جي اس عن الصفر هيمر تيار اكبر ما يمكن واكبر من الاي دي اس اس كمان، يبقى احنا هنا في المرحله ديت في الانهانسمنت مود. طيب يبقى تاني ملخص للدي موسفيت عشان احسب التيار، اول حاجه عشان احسب التيار اللي بيمر ما بين الدرين اللي هو تيار الاي دي اللي بيمر ما بين الدرين والسورس، الاي دي بيساوي اي دي اس اس نفس القانون اللي في الجي فيت، اي دي اس اس في واحد ناقص في جي اس على في جي اس اوف الكل تربيع. طيب قلنا اول حاجه سريعا تاني لما مبقاش في جهد ما بين الجيت والسورس القناه بتاعتي بتبقى متسعه وبالتالي هيمر تيار اكبر ما يمكن ما بين الدرين والسورس زي الجيفت بالظبط. طيب قلنا لما نزود الجهد ما بين الجيت والسورس اكبر من الصفر قلنا هيمر تيار وهنبقى في مرحله الانهانسمنت مود، هيمر تيار اكبر من اي دي اس اس. طيب لما نقلل الجهد اكبر اقل يبقى اقل من الصفر هيمر تيار هيقل التيار شيئا فشيئا لغايه ما يوصل لمرحله الكات اوف وبالتالي الفي جي اس هتبقى نفس الفي جي اس اوف وبالتالي الاي دي هيساوي زيرو. طيب النوع الثاني اللي هو الانهانسمنت موسفيت بيعمل في مود واحد بس اللي هو الانهانسمنت وبالتالي هيمر لازما الجهد ما بين الجيت والسورس يبقى كبير. طيب قال لك في الانهانسمنت موسفيت ايه اللي بيحصل؟ قال لك مش لازم يكون، قال لك في الاول لما بيبقاش في جهد ما بين الجيت والسورس ترانزستور الاي موسفيت بيبقى بيعمل كات اوف يعني ما بيبقاش شغال. ليه؟ لان الوصله ما بين الدرين والسورس ما بيبقاش في وصله ما بين الدرين والسورس او السورس بتبقى مفصوله بشكل عام. طيب ازاي؟ فقال لك لما بيبقاش في جهد ما بين الجيت والسورس عن الفي جي اس، لما بيبقى في جي اس بصفر الاي دي بيساوي صفر، هنا الاي موسفيت هيبقى مختلف عن الدبليشن موسفيت لان هو بيعمل فيه الانهانسمنت مود بس. فقال لك لما الفي جي اس بيساوي صفر في الاي موسفيت ما بيمرش تيار. ليه ما بيمرش تيار؟ لان الوصله ما بين الدرين والسورس بتبقى مفصوله تماما. طيب امتى يمر تيار بقى؟ اول اما ازود الجهد ما بين الجيت والسورس ازود القيمه عن اكبر من الصفر وبالتالي هيمر تيار تزايدي. طيب هنا بردك الرسمه، اول حاجه اهوت لما الفي جي اس بتساوي صفر مفيش تيار الاي دي. طيب كل ما ازود الفي جي اس عن قيمتها بيمر تيار. طيب قال لك عشان يبدا يمر تيار لازم الفي جي اس قيمتها تكون اكتر من الفي ثريشولد او الفي تي اتش اللي هو جهد ثريشولد فولتج اللي هو هنا جهد العتبه. طيب ايه تعريف جهد العتبه؟ جهد العتبه ده قال لك ان هو اقل جهد بيقدر ان هو يفتح لي القناه او يفتح لي الفاصل ما بين الدرين والسورس وبالتالي هقدر ايه ان هو الالكترونات تمر ما بين الدرين والسورس وبالتالي هيمر تيار اي دي. يبقى الشرط هنا عشان يمر تيار اللي هو الاي دي لازم جهد ما بين الجيت والسورس لازم يبقى اكبر من جهد الثريشولد اللي هو جهد العتبه. طيب عشان احسب في الاي موسفيت عشان احسب قيمه التيار اللي هو الاي دي القانون هنا هيختلف، مش نفس قانون الجي فيت ولا نفس قانون النوع الاولاني بتاع الموسفيت اللي هو الدبليشن، لا القانون الاي دي بيختلف. اي دي بيساوي كي في في جي اس ناقص في جي اس ثريشولد فولتج اللي هو جهد العتبه الكل تربيع. طيب الاي دي قلنا هو تيار الدرين اللي عاوز احسبه، الكي هو ثابت بيتحسب عن طريق الاي دي اون تيار وشغال على الفي جي اس الجهد من الجيت والسورس ناقص جهد العتبه اللي هو الفي جي اس ثريشولد الكل تربيع، وبالتالي بعوض عن قيمه الكي هنا واضربها في قيمه الفي جي اس الجهد من الجيت والسورس وناقص الفي جي اس ثريشولد اللي هو جهد العتبه لكل تربيع. طيب يبقى في الاي موسفيت لما مبقاش فيه جهد ما بين الجيت والسورس مبقاش فيه الكترونات بحتاج جهد لان مبقاش فيه الكترونات ما بين الدرين والسورس لان الدرين والسورس في الاي موسفيت بيبقى مفصولين عن بعض. تمام فلما الجهد ما بين الجيت والسورس بيساوي صفر التيار بيساوي صفر. طيب شرط مرور التيار ان الجهد ما بين الجيت والسورس يكون اكبر من الفي ثريشولد اللي هو جهد العتبه، فلما جهد العتبه يبقى اقل من الفي ثريشولد فولتج بيبقى تيار الاي دي برضك ما زال بصفر. طيب تيار الاي دي بيزيد امتى؟ لما الجهد ما بين الجيت والسورس بيبقى اكبر من جهد العتبه. طيب ناخد بقى امثله محاضره على الدي موسفيت والاي موسفيت. اول حاجه هو مديني النوع الاولاني بيقول لك انا معايا دي موسفيت مدي لي قيمه الاي دي اس اس ب 10 ملي امبير وقيمه الفي جي اس اوف بسالب 8. طيب اول حاجه هو بيقول لي هل
الترانزستور بتاعي او النوع بتاع الدي موسفت ده ان شانل ولا بي شانل. طيب هعرف ازاي؟ هعرف من اشاره الفي جي اس اوف. لو اشاره الفي جي اس اوف، لو الفي جي اس اوف بالموجب يبقى انا في البي شانل، لو الفي جي اس اوف قيمتها بالسالب يبقى انا في الان شانل. يبقى اول حاجه قال لك ان الديفايس هاز نيجاتيف في جي اس اوف لان سالب 8، وبالتالي انا هنا في الان شانل موسفت. طيب تاني حاجه انا عاوز احسب تيار الاي دي، مره لما الفي جي اس بيساوي سالب 3 ومره لما الفي جي اس بيساوي موجب 3. طيب انا هنا في الدبليشن موسفت، فعارف ان التيار نفس العلاقه بتاعت الجي فيت اللي هو الاي دي بيساوي اي دي اس اس في 1 ناقص في جي اس على في جي اس اوف الكل تربيع. طيب هعوض عن الاي دي اس اس ب 10 في 10 اس سالب 3 ناقص الفي جي اس بسالب 3 والفي جي اس اوف بسالب 8 هيدي لي تيار 3.9. طيب طبعا كل ما زود الفي جي اس انا عارف ده في الانيت شانل، في الانيت شانل كل ما زود الفي جي اس كل ما تيار الدرين هيزيد، وبالتالي عند الاي دي هعوض برضو هتلاقي تيار الاي دي بيساوي 18.9 مللي امبير. طيب مثال تاني قال لي انا عندي برضو دي موسفت الاي دي اس اس 18 مللي امبير والفي جي اس اوف ب 10، هل دي ان شانل ولا بي شانل موسفت؟ دي بي شانل موسفت. ليه؟ لان الديفايس هاز بوزيتيف في جي اس اوف، لان قيمه الفي جي اس اوف اشارتها بكام؟ اشارتها بالموجب. طيب تاني حاجه عاوز يحسب تيار الاي دي لما الفي جي اس بيساوي 4 وتيار الاي دي لما الفي جي اس بيساوي سالب 4. تيار الاي دي هعوض بنفس القانون برضو اللي هو الاي دي اس اس في 1 ناقص في جي اس على في جي اس اوف الكل تربيع هيطلع ب 6.4. طيب لما الفي جي اس بيساوي سالب 4 هعوض برضو في نفس المعادله هيطلع ب 35.2. المثال الثالث هنا مثال عن الاي موسفت، مديني الاي دي اون ب 500 ملي امبير والفي جي اس دي الفي جي اس اون ب 10 فولت والفي جي اس ثري شولد فولت اللي هو جهد العتبه ب 1 فولت. عاوز احسب الاي دي كرنت لما الفي جي اس بكام؟ ب 5. اول حاجه هنا قيمه التيار او العلاقه مختلفه تماما عن الجي فيت او الديبليشن موسفت. الاي دي بتساوي كي في في جي اس ناقص في جي اس اي ثري شولد فولت. طيب لازم انا اول حاجه اجيب الكي وقلنا من العلاقه الاي دي اون على في جي اس اون ناقص في جي اس اي ثري شولد فولت كل تربيع. طيب الاي دي اون بكام؟ الاي دي اون ب 500 في 10 اس سالب 3 على في جي اس اون اللي هي 10 ناقص الفي ثري شولد اللي هي ب 1 هيطلع الكي ب 6.17 من 100. طيب طبعا امبير لان التيار امبير على جهد تربيع على في تربيع. طيب بعد كده اعوض عن قيمه الكي في المعادله بتاعه التيار واضربها في الفي جي اس اللي هو انا عاوز اجيب التيار عند الفي جي اس هنا بقى اللي هي ب5 وتروحها من الواحد اللي هي للفي 3 شولد هيطلع قيمه التيار 98.7 مللي امبير. المثال الاخير برضو ده رسمه برضو لديبليشن موسفت. عرفت ازاي؟ طبعا الرسمه الشكل ده بيبقى ديبليشن موسفت ان شانل. اول حاجه هو عاوز يحسب ايه؟ عاوز يحسب الجهد ما بين الدرين والسورس ومدي الفي جي اس اوف بسالب 8 والاي دي اس اس بيساوي 12. بسيطه همشي لوب برضو اللوب ديت زي ما كنا بنحل في الجي فيت، همشي اللوب عشان اجيب الفي دي اس فهتبقى من القانون ده اللي هو هيبقى سالب في دي دي زائد ار دي اي دي هيبقى هنا التيار الاي دي هو اي دي اس اس زائد في دي اس بيساوي صفر، يبقى الفي دي اس بيساوي في دي دي ناقص اي دي اس اس في ار دي. طيب الفي دي دي قيمتها ب 12 فولت ناقص الاي دي اس اس ب 12 ملي امبير في الار دي ب 560 اوم اللي هي اللي هي القيمه دي 560 اوم. طيب هيطلع الفي دي اس الجهد ما بين الدرين والسورس ب 11.2 فولت. الجزئيه الاخيره من الشابتر هنحل بعض المسائل عن في الشيت في اخر الكتاب في اخر الشابتر. اول حاجه قال لك which of the following من اي نوع من الترانزستور دول هو بيحتوي على اكبر مقاومه، اكبر مقاومه داخل الترانزستور. طبعا قلنا اكبر مقاومه داخل الترانزستور هو الموسفت. ليه الموسفت؟ لان انا ضامن 100% ان مفيش تيار اصلا للبوابه او الجيت، الاي جي بيساوي صفر، وبالتالي مقاومه الجيت بتبقى اكبر ما يمكن. طيب تاني حاجه بقول لك الموسفت بيقول لك الطبقه العازله في الموسفت لما كنا بنقول ان الموسفت التركيب الداخلي بتاعه ان الجيت بتبقى مفصوله بطبقه عازله عن الشانل، فقال لك ان الطبقه العازله ديت بتعمل على تراكم الشحنات موجبه وسالبه كبيره، بتعمل على تراكم شحنات موجبه وسالبه كبيره. طيب واحنا قلنا خدنا في الفيزياء
بيحتوي على طرف موجب وطرف سالب، هو ده مين؟ الكباستور. فبيقول لك الطبقه العازله في الموسفت بتعمل على تراكم شحنات موجبه وسالبه كبيره على كل من الايه؟ كل من الجيت، البوابه، والاطراف الاخرى اللي هو الدرين والسورس. فطبعا ده بيبقى مين؟ بيبقى الكباستور. طيب رقم ثلاثة، الموسفت طبعا اسمه انسيوليتد جيت، لان البوابه بتبقى مفصوله عن الشانل. طيب بعد كده قال لك ان الان شانل، الان شانل دي موسفت. في الدي موسفت لما بزود الفي جي اس بيعمل في انهي مود؟ الديبليشن. احنا قلنا الدي موسفت بيعمل في تو مودز، الديبليشن مود والانهانسمنت مود. قلنا لما الفي جي اس بتساوي صفر، لما ازود الفي جي اس قيمه بالسالب، يعني لما الفي جي اس تبقى اقل من الصفر انا كده في الديبليشن مود. طيب لما ازود قيمه الفي جي اس اكبر من الصفر انا كده في الانهانسمنت مود. ترو فولس، اول حاجه بيقول لك ان النوع اللي هو الاي موسفت، الانهانس موسفت، ممكن يشتغل لما يتم استنزاف الالكترونات الموجوده في التشانل. طبعا ده غلط، لان احنا قلنا الانهانس موسفت بيعمل في مرحله واحده بس او في مود واحد بس، اللي هو تعزيز الالكترونات اللي هو الانهانسمنت مود. لكن الدبليتد اللي هو جاي من الدبليشن مود ده بيشتغل في الدي موسفت، فاحنا المفروض نشيل الاي موسفت ونحط الدي موسفت. طيب رقم اتنين قال لك لو، طيب رقم اتنين قال لك لو الدرين والسورس نوعهم بي تايب، اللي هو التشانل يعني بي تايب، قلنا لما الدرين والسورس يبقوا بي تايب من نوع بي تايب يبقى انا كده بي تشانل. طيب وقال لك ان الترانزستور في الحاله دي بيعمل في البوز مودز، يعني في الدبليشن مود والانهانسمنت مود، هو يقصد بكده. طيب قال لك ان هنا كده الموسفت يبقى اسمه انهانسد موسفت، لا انا عارف الاي موسفت او الانهانس موسفت او بي شانل اي موسفت بيعمل في مود واحد بس اللي هو الانهانسمنت مود، لكن الدبليشن الدي موسفت بيعمل في اثنين مود اللي هو سواء الدبليشن او الانهانسمنت. طيب رقم ثلاثه، الدكتور كان قال ان دي موسفت ليه 3 بايز، اول حاجه 0 بايز، واثنين تاني حاجه الفولتج ديفايدر بايز، ورقم ثلاثه الدرين درين فيدباك بايز. طيب ده كده الانواع البايز بالنسبه للدي موسفت. طيب فهو بيقول لك ان رقم ثلاثه الدي موسفت ما بيشتغلش في الزيرو بايزنج، طبعا الكلام ده غلط. طيب رقم اربعه اخر حاجه، الموسفت هاز ان ايزوليتد جيت، طبعا ده بيميز الموسفت ان الموسفت البوابه بتبقى مفصوله ب او بيبقى بيسمى الايزوليتد جيت لان البوابه بتبقى مفصوله عن التشانل. ده كده كان شرح الشابتر الخامس بالنسبه للسكاشن، وشكرا.